معي عبر الهاتف من عمان دكتور أشرف بني محمد، خبير في التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية، مدير مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية. مساء الخير، أهلا بك معنا. في أسئلة كثيرة لدينا بهذا الموضوع، وفي أسئلة لدينا من متابعين على صفحة أخبار الآن على فيسبوك. في المعايير الرئيس التنفيذي بشركة فيسبوك قال بأنه سيعطي أولوية، مارك زوكربيرج سيعطي أولوية للأخبار الموثوق بها. هذه كلمة يعني لكثيرين طبعا فضفاضة جدا، كيف نعرف ونقرر ما المعايير لنعرف أي خبر موثوق فيه، وإلى أي درجة هو عملي سيكون اتباعه؟ أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. زي ما تفضلتي أعلنوا تقصي حقائق. الفكرة الأساسية فيها أنه العدد الكبير يتجه من الفيديوز التي تشاهد يوميا على فيسبوك، فهي ثاني أكبر منصة للفيديو في العالم. الآن كثير من هذه الحقائق لعبت أو كثير من هذه الفيديوهات لعبت دور في الانتخابات، في تغيير الرأي العام، في نشر أخبار شبه كاذبة. الآن ما تعمل عليه فيسبوك أنها تعاقدت مع أكثر من شركة، بلشت في فرنسا مع وكالة الإعلام أنباء الفرنسية، نعم، وبالإضافة إلى موقع snoops.com للمساعدة في تقصي هذه الفيديوهات أو متابعتها. الفكرة الأساسية تقوم على أنه يتم تقصي جزء من هذه الفيديوهات عبر التي يبلغ عنها المستخدمون عبر هذه الطرف الثالث او عبر هذه الاطراف الثالثه، بالاضافه الى متعاقدين شخصيين او فاكت تشيكرز. وبعد ذلك يظهر تحذير للمستخدم، يقول له انه هذه الاخبار يمكن او هذه الفيديوهات، هذه الصور تحتوي معلومات ليست دقيقه، هل انت مثلا متاكد من مشاركتها؟ هذا اولا. الشغله الثانيه التي تعمل عليها فيسبوك انه ايضا التخلص من الاشخاص الذين خلينا نحكي ينشرون او يقومون بالنشر على المدى البعيد لهذه الفيديوهات او لهذه الصور. العمليه ليست سهله، لان زي ما بيحكوا الخبراء انه تعتمد على السايكولوجي. فبالعكس تعتمد على ماذا؟ على سايكولوجي للبني ادم. الوضع نفسي. طيب طيب دكتور أشرف، بالأول نقطة ذكرتها بأنه سيتم، بما أنه سيتم التعامل مع بداية فرنسا تعاونت وكالة الأنباء الفرنسية في تعاون فيما يتعلق بخبر، هي تكون الوسيط الثالث بين المستخدم وفيسبوك. نعم. بتشييك الخبر. نعم، ستقوم هذه الوكالات، ليس هي بلشت فرنسا، لكن ستقوم ايضا بالتعاون مع مجموعه كبيره من خلينا نحكي الاشخاص المستقلين لمراجعه والتدقيق فيها. لكن اذا سمحت لي، بعض الدراسات الحديثه التي نشروها خلال الايام الماضيه تؤكد انه الاخبار او الصور غير الحقيقية أو التي تحتوي جزء غير حقيقي من المعلومات يظهر عليها تحذير تصبح الناس لمشاهدتها. فلم يظهر يعني الصوت يتقطع، يظهر في عليها تحذير، وماذا يحدث بعد لمن يتابع؟ أظهرت الدراسات أنه البسيطة خلال الأيام الماضية أنه الفيديوهات والصور التي يظهر عليها تحذير تغري المشاهدين بشكل اكبر من المتابعة. صحيح. فيبدو ان النتيجه، يبدو انه يجب يعني مشوار صعب يعني على المدى البعيد. نعم. طيب، واصلا فضفاض موضوع التشييك يعني على اي معايير، من يقرر اذا هذا الخبر كان كاذبا او لا؟ عن اي اخبار نتحدث؟ يعني في اذا ما طبعا شمل طبعا موضوع كمان موضوع الانتخابات، عم نحكي عن أخبار سياسية، عم نحكي عن وقائع ما في حدا يغير فيها، أو عم نحكي عن أشياء ما فيها آراء بالنهاية، ما فيها موضوع صح وغلط. لا، الهدف الأساسي هو الأخبار السياسية، وأيضا تعاونت مع politica.com أيضا. إذا طيب يعني إذا كان المستخدم عرف عن مصدر معلوماته فيما يتعلق بخبر سياسي معين، طيب كيف يتم تقييم بأنه إذا كان هذا المصدر شفافا أم لا، دقيقا أم لا؟
هم لا يتبعون، لا يوجد طريقة إلى الآن بوضع مصدر الخبر أو من الذي كتب الخبر. كما تعلمين ففي الإعلام التقليدي زي التلفزيون في عنا محررين للأخبار، وفي عنا محررين مستقلين وكالات أنباء مستقلة يتأكد من أكثر من مكان، لكن الفيديوهات يمكن دبلجتها أو الصور يمكن دبلجتها وإعادة إنتاجها بطريقة تظهر كأنها حقيقية. نعم. واحدة من الأخبار اللي كانت يعني تريجرز في الانتخابات الأمريكية كانت هو أو ترشيح البابا أو تسمية البابا أو دعمه لترامب، فهذا الخبر كان غير حقيقي ولكن مع ذلك انتشر انتشار كبيرا في الولايات المتحدة. سنتابع هذا الموضوع مع أي مستجدات. أنا أشكرك جزيلا من عمان دكتور أشرف بني محمد، خبير في التقنية والمعلومات بالجامعة الأردنية، مدير مركز الابتكار والريادة هناك.